شدد الرئيس السيسي على أنه سيتم إطلاق حوار أعمق فيما يخص الجانب الاقتصادي، وأضاف الرئيس أن الأزمة الحالية لها حلول تعتمد على تعاون الجميع حكومة وشعبا. الدول بتمشي بالسياسات وبالقوانين وبالعمل. إذن الأزمة اللي احنا فيها ديت ليها حلول؟ أكيد، بس صدقوني حلولها كلها بتعتمد علينا احنا، علينا كلنا. هقول لكم على حاجة، كنا بنجيب 4.5 مليار دولار سيارات في السنة، بجيب 2 مليار وشوية دولار موبايل. أنا بقول الكلام ده، ما في الآخر أنت بتروح للبنوك أو للبنك المركزي وتقول أنا عايز أفتح عشان أجيب ده وأجيب ده وأجيب ده. إحنا بنتكلم في دولة دلوقتي بقت 106 مليون بالمناسبة، 106 مليون مطلوب إن إحنا تبقى متوفر لها كل شيء. طب الكلام اللي أنا بقوله ده بقوله دلوقتي ليه؟ بقوله أولاً عشان أسجل احترامي للمصريين، والله أنا بحلف بالله، بحلف بالله وتقديري لهم، وأنا بقول فيها للمواطن الغلبان والبسيط قبل أي حد تاني، بسجل احترامي وتقديري للمواطن الغلبان والبسيط قبل أي حد تاني في الظروف اللي احنا ماشيين فيها دي.